رقصة باسل الخياط العفوية أثناء بكائه في نظرة حب تبهر الجمهور، كمية الإبداع لا توصف. تصدر الممثل السوري باسل الخياط الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول مشهد مؤثر له من مسلسل نظرات حب الذي يعرض حالياً على قناة الجديد. ظهر فيه باسل وهو يرقص بعفوية على أنغام أغنية أنا بعشق البحر، وتداول الجمهور مشهد رقص باسل على صفحاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير، مشيدين بأدائه وحقيقة المشاعر التي استطاع إيصاله إلى الجمهور بهذا المشهد. إذ جاء في بعض التعليقات كمية الإبداع يلي عملها الرائع باسل الخياط بهذا المشهد لا توصف. أداء أسطوري لفنان عالمي بكل ما تحمله الكلمة من معنى. وأنا بعشق البحر، ما تبلاه الفتلة يا بحر، رقصة باسل الخياط بمسلسل نظرة حب بتحسها مثل موج البحر ومثل الصوفية، عم يغرد مع المغنية بروحانية عالية وهذا المشهد توب لك حتى نظرة عيونه والدمعة رائعة. ومحلى رقصة بحر، مشهد مليء بالإحساس، بتحس الإحساس طالع من صميم قلبه. حابب خبركن شي، إنه من مراهقتي بحب اسم بحر وبحب يكون اسمي بحر، والبحر غامض اسم عمسمى. هيك سميتوني بحر أمي؟ قلت له للمرحوم أبوه عمي هالاسم نادر وبيجيب الشهر. وتلعب الممثلة اللبنانية كارمن بصايبس دور قمر في المسلسل، حيث تنشأ مشاكل كثيرة مع خطيبها بسبب انشغاله عنها بالعمل مع والدها في حملته الانتخابية. أما باسل الخياط فيلعب دور بحر وهو شاب من طبقة اجتماعية مختلفة يتحمل مسؤولية عائلته والحي بالكامل، وتنشأ قصة حب بينهما فيها الكثير من الصراعات. وتبدأ قصة الثنائي بحادث سير على طريق سفر جبلية ضيقة يهرع إثرها سائق الدراجة بحر لإنقاذ ركاب السيارة التي انقلبت إلى الوادي، فينقذ قمر التي كانت ترتدي فستان زفاف، وتتوالى بعدها الأحداث بعد اكتشاف أن الحادث كان مدبراً. اخرج يلا اخرج.